فاز فيلم الخيال العلمي المثير أفاتار بأهم جائزتين في حفل جولدن جلوب السنوية، حيث يحصل على جائزة أفضل فيلم درامي، فيما حصل مخرج جيمس كاميرون على جائزة أحسن إخراج. وهي فئة الأفلام الكوميدية فاز هانغوفر بجائزة أحسن فيلم كوميدي، وهو من إخراج تود فيليبس، فيما حصلت النجمة ميريل ستريب على جائزة أحسن ممثلة عن فيلم كوميدي وموسيقي عن دورها في فيلم جولي وجوليا. وذهبت جائزة أحسن ممثلة في فيلم درامي إلى النجمة ساندرا بولك عن دورها في فيلم الجانب المعتم. وحصل النجم جيف برايتس على جائزة أحسن ممثل في فيلم درامي عن دوره في فيلم كريزي هارت. وتعتبر جائزة الجولدن جلوب مؤشرا قويا على ترشيحات جوائز الأوسكار في هوليوود، والتي تعتبر الأكثر شهرة.